تواصل مستمر لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل انطلاقات صباح هذا اليوم الخاصة لسن اللقاية وتحديات هذا السن، سن الصغار والمسافة 5 كيلومترات وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كروزر بكم، مقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، له الشكر على هذا الدعم وعلى هذه المساهمة في هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا. نتابع مشاهدينا الأعزاء في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق مع أول المراكز، شعار جابر بن راشد بن جابر بن مسعود المري مع غزالة على المقدمة، تنطلق الغزال على البداية والمقدمة بجمالها بأدائها المميز وبتحديها الرائع في هذا الشوط، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر نتابع مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الأفاضل هنا الوصول والتقدم القادمة دروب لمحمد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريد المري، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر اللي تسللت مباشرة وخطفت المركز الأول الشعار الأصفر في الكادر الأعلى عبر قناة الريان الفضائية، الناقلة لكم انطلاقات هذا السباق والتحديات، سباق بطولة كأس آسيا الذي يقام على أرضية ميدان الشحارية بمناسبة فوز المنتخب الغالي المنتخب الوطني الذي حصل على كأس آسيا لهذا العام. ونتابع المشاهدين الكرام في هذه التحديات ونعود إلى الشوط، نتابع القادمة الناهية لصالح بن راشد بن محسن النابة المري على مستوى ثالث المراكز ورابع التحديات، نتابع مشاهدينا الكرام الدخول في هذه اللحظات والتقدم من المركز الرابع اللي تحنا رقم 11 جود لعبد الله بن علي بن عبد الله الفيدان المري، وخامس المراكز نتابع مشاهدينا الكرام الواريه لسالم بن سعيد بن مبارك بن نوره المري على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للنداء الأول، ونتحول مباشرة إلى صدارة هذا الشوط لنتابع الصدارة مع الناهية، صالح بن راشد بن محسن النابت المري يتقدم مع الناهية على أول المراكز، بينما المركز الثاني نتابع في هذا التقدم وفي هذا التواجد غزالة جابر بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود المري، بينما المركز الثالث قادمة بكل قوة جود عبد الله بن علي بن عبد الله بن فيدان المري، بينما المركز الرابع نتابع في هذا التقدم وفي هذا الأداء المميز دروب من تدذر بالناموس جيدا، وشعار بن ذروة محمد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي المري، وكذلك الدوحة قادمة لعبد المحسب محمد بن علي بن ديله المري يتدخل في إذاعة في هذا الشوط مع انطلاقة الدوحة على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل للمراكز الخمس الأولى، ونذهب مباشرة إلى البداية نتابع الأمور والسيطرة مع الناهية، صالح بن راشد بن محسن النابت المري يتقدم ويندفع إلى ناموس هذا الشوط ويبحث عن السيارة لاند كروزر بيك اب في انتظار الفائز بالمركز الأول، جائزة مقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني دعما لهذا الموروث الأصيل موروث الآباء والأجداد. نتابع من خلال التحديات مميزة وهنا الناهية على البداية، ولكن القادمة في هذه اللحظات الدوحة عبد المحسب محمد بن علي بن ديلة المري، ونتابع شعار جديد بدأ ينضم إلى دائرة النداء والإذاعة، وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الكرام السبعة لسعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري يتدخل ويبحث عن النقطة الثانية في هذا الصباح. ركز الجربوعي ركز، أرى أسماء وشعارات قادمة، شعارات خطيرة مشاهدين الأعزاء، وصلت الدوحة، سالم بن عبد الله بن سعيد الخيط يتقدم مع المركز الرابع المركز الخامس، الله القادمة هلا ومرحبا بالشهلا، انطلقت هلا محمد بن سعيد بن سالم الفيدة المري بمتابعة زميلنا مسعود الحريري من يتابع هذا الانطلاق المميز على خامس المراكز. هذه النتيجة كيلو ونصف الكيلو عن الناموس وعن السيارة. نتابع ونعود مباشرة مشاهدينا الكرام إلى الانطلاق إلى التحدي، الناهية على الصدارة، الناهية بأداها بانطلاقتها
المميزة صالح بن راشد بن محسن النابت المري مع الناهية، ولكن الله يا الجربوعي بدأ ينطلق مع السبعة، افترست السبعة مشاهدي الكرام المركز الأول واقتحمت البداية، اقتحمت ناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظة. هذه السبعة سعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري على البداية يقدم السبعة، انطلقت إلى نحو الفوز. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير مع السبعة. الله يا السبعة، الله يا السبعة على البداية. الدوحة عبد المحسن محمد بن ديلة المري القادم مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث أتابع قدوم انطلاقة من قبل البتول تصل لي حمد بن حمد بن طالب الصعاق، يصل شعار الصعاق لأول إذاعة في هذا الشوط، ولكن السبعة، السبعة مع الجربوعي، ولكن الدوحة، الدوحة والسبعة والروحة مع السبعة. انطلقت السبعة مشاهدين الكرام في شوط ما قبل الختام في هذه البطولة المميزة، مهرجان بطولة كأس آسيا، تحضر السبعة في هذا الشوط، ولكن المنافسة لا زالت، التحدي كبير حتى هذه اللحظة ما بين السبعة والدوحة، ولكن السبعة، السبعة مشاهدين الأعزاء، سعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري يخطف هذا الناموس المميز. سلام يا بن مهيرة، سلام، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الأداء المميز. النقطة الثانية في صباحي هذا اليوم مع السبعة وشعار سعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري، تهانينا يا بن مهيرة على هذا الأداء المميز. تختطف السيارة وتنطلق السبعة بناموس هذا الشوط، لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني جاءت فيها الدوحة لعبد المحسن بن محمد بن ديلة المري. المركز الثالث شعار الصعاق مع البتول حمد محمد بن طالب الصعاق، بينما المركز الرابع جاءت فيه مشاهدينا الأعزاء الدوحة لسالم بن عبد الله بن سعيد البخيت. المركز الخامس جاءت فيه بلبلة لسعيد بن علي بن سعيد الجربوعي المري. إذن مشاهدي الأعزاء تهانينا وناموس مرة أخرى لمالك السبعة، ونهني بن مهيرة على انتزاع السبعة بالمركز الأول كما حضر هذا الشعار في صباحي هذا اليوم بنقطتين. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل، هذه السبعة والتوقيت الزمني 7:47 وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكها سعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري، بينما المركز الثاني حلت فيه الدوحة عبد المحسن بن محمد بن ديلة المري، والتوقيت الزمني 7:48 وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث، المركز الثالث حلت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، جاء في مشاهدي الأعزاء شعار الصعاق حمد بن محمد بن طالب الصعاق المري مع البتول، والتوقيت الزمني 7:52 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس.